تجهيزاتي للمرحلة القادمة أني ما أسرع في العرب، وأيضا أني ما أتوتر أكثر، لأن في المرحلة القادمة في المرحلة السابقة كنت متوتر أكثر. بإذن الله حبيت أطول يعني النفس، لأن رأي الحكام أن النفس قصير، فبإذن الله أغير المقام كمان على مقام البيات، المقام المدني، ثم المقام الحجازي. أكثر شيخ أثر فيها في المرحلة السابقة وملاحظات الشيخ مشاري العفاسي عندما كنت أسرع في العرب. أكثر شيخ أثر علي الشيخ أحمد النحاس، قال لي أن لا تطول في الله أكبر زي كذا، فبإذن الله هذا المرحلة أذن أحسن من المرحلة السابقة. إن شاء الله في هذه المرحلة أدي الأداء أحسن مما كان في المرحلة السابقة. بإذن الله تعالى سأؤدي في هذا اليوم مقام السيكا. وأنت أي مقام ستؤدي؟ بإذن الله مقام البيات. ما شاء الله تبارك الله.